ما معنى اسم مريم؟ إن من أجمل الأسماء العربية هو اسم مريم، فاسم مريم متعدد المعاني والصفات ولا يقتصر على المعاني فقط، فلأصحابه صفات وقصص ترتبط بالاسم، وله عدة معان منها. مريم تعني الجمال والارتفاع، وهو أيضا اسم سورة من سور القرآن الكريم، وسميت بذلك نسبة لمريم بنت عمران. لمريم معنى أنه أجود أنواع النبات بخور مريم، فهو نبات له ساق قصيرة وأوراق كبيرة وأزهار حمر، فهذا النبات يزرع للزينة فقط. كما أنه يوجد شجرة اسمها مريم، فهي في بلاد الأندلس تعني الأقحوان، بينما في المغرب يطلق عليها الكافورية، وفي اليونانية يقال لهذه الشجرة ليناقوتس. وهو نبات و... ومريم تعني أيضا نبات مسمى باليونانية قوطوليون. مريم هي القديسة العذراء، وهي مثال للتقوى والإيمان، فالله سبحانه وتعالى أنعم على مريم بنعم كثيرة، ومن هذه النعم أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فيسألها من أين لك هذا؟ فتقول هو من عند الله، فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم إني لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.